أصدرت المحكمة الإدارية في طرابلس حكمها القاضي بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الصناعات الهيدروكربونية الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية في أكتوبر الماضي، والتي منحت تركيا امتياز التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية بحوض المتوسط. وصدر هذا الحكم نتيجة لقيام 5 محامين ليبيين بتقديم طعن إداري حول الاتفاقية في ديسمبر الماضي. وبحسب تصريحات مصدر قضائي للمعيار، فإن المحكمة استندت في حكمها على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 للعام 2013. هذا القرار يقضي بحظر توقيع الحكومة المؤقتة على الاتفاقيات التي تحد من سيادة دولة ليبيا على إقليمها، وكذلك اتفاقيات ترسيم الحدود أو استغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية ما لم يؤذن لها بذلك من المؤتمر الوطني العام. ولكون المؤتمر الوطني مثل السلطة التشريعية للبلاد، حين صدور هذا القرار بانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس النواب الذي بدوره لم يقم بإلغاء قرار المؤتمر الوطني سالف الذكر، فإن التشريعات الوطنية السارية مهدت للحكم القاضي بعدم جواز توقيع اتفاقيات جديدة ذات طابع دولي لأي حكومة انتقالية. والجدير بالذكر أيضا أن هذا الحكم مسبباته يضع اتفاقيات ترسيم الحدود والتعاون الأمني التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا عام 2019 عرضة أيضا للفصل فيها عبر القضاء الليبي. إن كان هذا هو الاستنتاج الذي عمل عليه اليونانيون على وجه التحديد واعتبروا على أن هذا الحكم هو انتصار لهم، فإنهم من جهاتهم أرسلوا سفينة بحث خارج كريت وفي قلب مياه ليبيا. لديكم الوثيقة أمامكم من مارين ترافيك التي تؤكد وبالملموس أنها من الأوفشور، يعني من خارج المناطق الحدودية لكريت. فيما من الاتجاه الآخر، إن كانت الضربة اليونانية ضد ليبيا لم تتجاوز ساعات بعد الحكم القضائي، فإن مرسوما مصريا جاء بعد توقيع مصر على اتفاق ترسيم الحدود ما بين الحكومتين اليونانية والمصرية حول البحث والإنقاذ مع اليونان لتقرير مصير ما سمي بترسيم الحدود المصرية الليبية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. هذا كله يزعزع اتفاق 2019 وأيضا الاتفاق الأخير بين تركيا وما بين الحكومة الليبية. هذا هو التطور الأساسي الذي يمكن اليوم الاعتماد عليه بشكل كامل. لكن هنا أمر إضافي ودقيق للغاية. قبل تحرك هذه السفينة، سفينة البحث اليونانية سانكو سويفت بالإيمو 16 30 400 449، ولأن هذه سفينة البحث هذه هي بريطانية، انظروا إلى هذا، هذه السيمفونية الشديدة الأهمية، جبل طارق للمملكة المتحدة تعمل الآن في قلب كريت. المسألة الثانية أن 3 حاملات للطائرات هي الآن تعمل، شارل ديغول وأيضا حاملة الطائرات الأمريكية والإيطالية، الكل يعمل ب24 ساعة، سبق التطرق لذلك وبتفصيل مسهب. إذا أمامنا الأمر يتعلق باتفاق أنجلو فرنسي أو فرانكو إنجليزي، وهذا الذي دفع مباشرة اليوم إلى أن نلاحظ تقدم فرنسا في ملف أوكرانيا وتسليم الدبابات أو ناقلات موجهة وبشكل مباشر، فيما تراجعت بريطانيا إلى حدود الصيف لتسليم الدبابات. هذا وضع يختلف عن الوضع السابق الذي كانت تتقدم فيه بريطانيا وتعود فرنسا إلى الخلف. فبعد اللقاء الذي جرى ما بين ماكرون وما بين الرئيس الأمريكي وجدنا هذا الاتفاق، تراجع بريطانيا وتقدم فرنسا في هذه المرحلة الدقيقة للغاية، لأن بريطانيا قد تشعل حربا بكل تأكيد إن واصلت التصعيد ومسلسل التصعيد الذي أحدثته مع بوتين. واليوم لا بد
من قلب المعادلة والذهاب بعيدا مع الفرنسيين كورقة. وأهم من كل هذا فإن ألكسندروبوليس التي هي قاعدة أمريكية في اليونان هي التي تعمل كل شيء في نقل السلاح وباتجاه أوكرانيا عبر مسلكين بحريين. إذا عن تورط بشكل مباشر لأمريكا، واليوم أمريكا عبر إكسون موبيل، وهذا ذكرناه، إكسون موبيل وشيفرون، وشيفرون الآن هي التي تعمل في الحقل الإسكندرية وتعمل أيضا في البحر الأيوني، والبحر الأيوني اليوم تعمل فيه حاملة الطائرات الأمريكية. هذا الخط هو الخط الذي ترسمه أمريكا اليوم. إذا أمامنا سفينة بحث من جبل طارق تحمل علم جبل طارق. بريطانيا تدخل على الخط لدعم اليونان، واليونان الآن بسفينة بحث لأن هناك توقيع مع المصري حول البحث وحول الإنقاذ، وهذا التوقيع مكن اليونان من دخول مياه ليبيا لأخذ كما أخذت مصر 6000 كيلومتر. فإن اليوم أيضا اليونان تكرس هذا البعد من أجل جعل جزء من المياه الليبية من ضمن المياه اليونانية. وعندما يتأكد على الأقل بالنسبة لليونانيين ويدعون في هذا المقال، انظروا هذا المقال، يقولون بأنهم ملتزمون بالاتفاقية الأممية للبحار 82-900 ألف، فسنجد أن أهم شركة لتأكيد أين الآن تعمل هذه السفينة، انظروا أمامكم ستجدون أنها من الأوفشور من خارج هذه المياه. قد يقول قائل بأن الأوفشور يعني المنطقة الاقتصادية التي لكريت، واقع الأمر أن عدد الكيلومترات ونحن نتحدث عن 6 أميال تجاوزتها إلى 14.7 ميل، هي الآن تبحث وتنقذ، وإلى جانبها أيضا المصري. إذا المصري أخذ ورسم، وأيضا اليوناني يفرض هذا التواجد، وهو يترك مسافة بينه وبين الموقف المصري. كيف؟ لأنه هو وقع على ضوء هذه الاتفاقية، فإنه يعمل تحت علم مصر، تحت علم مصر لسبب واحد، لأن هذه الاتفاقية التي ما بين مصر وما بين اليونان تلعب من خلفها اليونان للقول أنني أعمل تماما في المنطقة التي هي مرخص لها لصالح مصر. وبالتالي فإن أي تواجد في هذه المنطقة التي حولها المصريون إليهم، فإن اليونانيين لا يريدون أن يلزموا أنفسهم إلا بالاتفاقية الموقعة ما بينهم وما بين المصريين، وهكذا يمكن أن يلعبوا من خلف الاتفاقية دون خرق بشكل مباشر للقانون. وتمرير هذا البحث على ضوء اتفاق ثنائي، هذا نفسه الذي جرى ما بين حكومة طرابلس وما بين تركيا. وهنا نجد أن الرد العنيف الذي أكدت عليه تماما حكومة اليونان بعد التصريح غير المكتوب، ليس هناك بيان، حكومة ليبيا وسفارتها لم يقوموا بصياغة بيان، لأن الأمر يتعلق بتبعات، لأننا أمام حكم قضائي والتعليق على حكم قضائي إلى آخره. إذن أمامنا شيء واحد هو التعليق على ملاحة أنكل سويفت. هذه الملاحة الآن غير شرعية، هذا هو الواقع، ولو بمعايير القانون الدولي الـ 82 الاتفاقية الأممية لقانون البحار هذا يتجاوز، إلا في حالة إن قلنا أن هناك أمر حقيقي يعمل عليه المصري الآن واليوناني بتوسيع حدود كريت، أي الحدود المائية أو المياه الإقليمية، وبالتالي فإن تجاوز 6 أميال إلى 12 ميل هذا كلام ثان ولديه أيضا خرائط أخرى.
وعلى كل حال فقد نشرنا كل الخرائط التي يتأكد معها أن هناك حوالي ما يزيد عن 6000 كيلومتر تجاوزها المصري في ترسيم الحدود مع المياه الليبية بحكم القانون الدولي لهذه الاتفاقية سالفة الذكر. إذن نحن نتحدث اليوم عن وضوح. أما بالنسبة للاتفاقية التي ما بين تركيا وما بين حكومة الوفاق أو حكومة طرابلس، فإن هناك اعتبار أساسي لحكم المحكمة الإدارية. الأمر يتعلق أولا بمسألة رئيسة، أن هناك حصرية للمؤتمر، والمؤتمر نقل كل اختصاصاته إلى البرلمان في طبرق، وهذا يعني أن برلمان طبرق لم ينسخ القرار 44، وأصبح هناك الآن إمكانية القول صوريا أن هذا الحكم أي شكليا يمكن قبوله، لكن في واقع الأمر الآثار السياسية التي له كارثية بامتياز، لأن حكومة طرابلس اليوم تعاني مباشرة من الصفعة البريطانية التي كانت في مصراتة والآن عبر سفينة البحث المؤجرة إلى اليونان، ولهذا فالانتقال البريطاني إلى مصراتة عبر طائراته وأيضا الآن عبر سفن أبحاثه، كل هذا يتم بالتنسيق بشكل واسع ما بين اليونان وما بين الدول الثلاث أمريكا فرنسا وإيطاليا، ومن ثم إضافة بريطانيا واليونان، هذا كله ومع الاتفاق التوقيع الأخير بين اليونان وبين مصر يجعل الكل جبهة واحدة ضد تركيا، ولكن في واقع الأمر ضد المصالح الليبية التي بدأت من الآن الكل ينهش ما يرغب فيه، وتريد بريطانيا أخذ أيضا نصيبها من الكعكة من مصراتة، والآن عبر تأجير سفينة جبل طارق لصالح الحكومة اليونانية من أجل مواصلة العمل على هذا الصعيد. وكل هذا يعطينا وضعا مباشرا لجبهة متكاملة ضد تركيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.